عامل حسابك علشان هسافر معاها مصر بكره. ليه بابا؟ هنروح نقابل عبد القوي، عايز اساله على الاوراق المطلوبه للترشيح، وبالمره اديله شيك وادي الحزب. طب وانا مالي انا؟ هو انا اللي نازل الانتخابات؟ اه طبعا انت اللي نازل الانتخابات. ابوك لما يرشح نفسه كانك انت اللي رشحت نفسك. مش عايز تقف جنبي ولا ايه؟ انت مش ابني؟ ابنك يا بابا وكل حاجه، بس الكلام ده يعني في الحملات الانتخابيه والدعايه والحاجات دي. لا يا باشمهندس، المفروض ان كل خطوه يبقى عندك فكره عنها، عشان انا بعد ما اموت انت اللي هترشح نفسك. الف بعد الشر عليك يا بابا، بس انا يعني ما بفكرش في الموضوع ده خالص. لازم تفكر، راجل الاعمال لازم يبقى في ايده السلطه والمال. هو انا بقى مش مؤمن بالكلام ده خالص، ودايما بقول ان السياسه مفيش حاجه بتفسدها غير رجال الاعمال. غلط اللي انت بتفكر فيه ده، غلط. الانتخابات دي مين اللي يصرف عليها الا الناس اللي معاها فلوس؟ يعني الانتخابات والسياسه بيعملوا بيزنس. الناس الغلابه بتستنى الانتخابات بفارغ الصبر علشان كل واحد يطلع له قرشين، وبعد كده يضيعوا القرشين وتضيع حقوقهم كمان. مش ده اللي بيحصل؟ مش فاهم ايه اللي في مخك ده. المهم اعمل حسابك انك انت هتسافر معاها مصر بكره، والموضوع بتاعك انت ومها بقى تخلصه. خلصه ازاي يا بابا؟ يعني روح اخطبها؟ لا يا حبيبي، انا اللي هخطبها، انا اللي هكلم ابوها، بس قبل ما اكلمه لازم ابقى مالي ايدي منك. انا دلوقتي بين نارين، خايف اروح اطردهم من الارض بتاعتهم اللي قاعدين فيها دي، تقوم البت نوسه مسحوبه من لسانها ورايحه قايله للبشمهندس عمر ان انا طردتهم، يقوم بقى عمر ما يرضاش يشغل الاستاذ. وانا مالي ومال غراميات يا بابا؟ ابوك عنده حق يا حبيبي. بقول لك ايه، احنا مش لازم نعادي حد لحد ما يلسموك في شغلانه. طب ممكن تسيبوا لي الموضوع ده بقى؟ هتعمل ايه حضرتك؟ مالكمش دعوه انتوا، انتوا مش عايزين حسين بيه يرجع ما يلاقيش اثر للناس دول. ايوه يا حبيبي، بس انت لازم تفهمنا هتعمل ايه. حكم انا عارفاك ممكن تيجي الكحاله تعميها. ما تخافيش يا سوسو، انا عندي شويه صحاب جدعان، بس الصحاب دول لازمهم رشه جريئه. رشه جريئه يعني ايه؟ ترش عليهم فلوس؟ امال هنرش عليهم دوكو؟ دوكو؟ طب ايه رايك يا دي يا ممدوح ان انا نفذت الموضوع ده من غير ما الباشمهندس عمر يحس بيكو؟ انا مستعد ارشكوا الاربع رفارف. اسمع بقى يا واد، الموضوع ده لازم يتم ولا من شاف ولا من دري. ما هنا بقى يا سوسو يا قمر بتاع لا من شاف ولا من دري. انا متاكد ان عبد الله وزيد مش في الفيلا، في مكتبه في المجموعه. الله، طب واحنا ايه اللي جابنا؟ اقول لك يا سيدي، انا هعمل نفسي قدام سميحه يعني متهمه اني انا فاكر ان عبد الله في الفيلا. هتقولي لا ده هو في مكتبه في الشركه. اقول لا، انا اصلي عايزه موضوع مهم قوي وهتبقى حاجه، اقعدوا مع بعض انت وما على راحتكم، بس المهم انك انت تفك، ما تبقاش كبه كده. حاضر يا بابا، حاضر. ليك عليا كمان اقول لهم كام نكته وافطسهم من الضحك. مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ انزل انزل، انا مش عارف انت طالع لمين. ازيك يا شحات؟ الله يسلمك يا فندم. بلغ عبد الاوي بيه ان احنا هنا. عبد الاوي بيه خرج. خرج امتى؟ نص ساعة. مدام موجودة؟ موجودة يا فندم. طب بلغ. اتفضل. مها، مها اصحي يا مها. يو بقى يا مامي. اصحي يا حبيبتي، اسمعي، حسين الشواربي وعمر ابنه قاعدين تحت. بجد يا مامي؟ عمر تحت؟ ايوه، ما انا بقول لك عمر وابوه قاعدين تحت. يو بقى ما صحتنيش ليه؟ انت جرالك ايه؟ امال انا بعمل ايه دلوقتي؟ ما انا بصحيك اهو. انا مش عارفه هما جايين ليه على غفله كده. بس انا عارفه هما جايين ليه. ليه بقى؟ هتعرفي بعدين. طب يلا، انا هنزل اقابلهم وانت حصليني. لا، انت رايحه فين؟ انا هاجي معاكي. ايه ده، انت اتجننتي؟ هتنزلي بالبيجامه؟ اه صح. طيب 5 دقايق وهبقى وراكي. طب يلا. 2 دقايق وهبقى وراكي. اسمعوا بقى، العمليه دي هيطلع لكم فيها قرشين حلوين. المهم انا عايز كل حاجه تبقى طبيعيه، يعني مش متدبره. احنا هنخش نتفرج الليله وبعدين نقلبها عليهم دندره. وهي الفرقه دي فيها بنات حلوين ولا كلهم كسب؟ يا صاحبي، واحنا رايحين نبصبص ولا رايحين نشتغل؟ يبقى احنا نرمي بلانا ونرزل عليهم، واكيد ده مش هيعجبهم. حلوه قوي السكه دي، هو ده اللي انا عايزه بالظبط. اهلا اهلا وسهلا سميحه. هانم، البيت نور والله. وجودك. ازيك يا حسين بيه؟ اهلا بيك. ازيك يا عمر؟ ازيك يا طنط؟ اتفضلوا استريحوا يا ستي.
انا متاسف جينا من غير ميعاد، بس بالحقيقه انا بتصل بعد بلاوي من الصبح قبل تليفون، لازم عنده اجتماع في المكتب. طيب احاول مره تانية اتصل بيه. ازيك يا عمر، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ازيك يا عبد القوي، صباح النور. انت ايه حكايتك بتصل بيك من الصبح تليفونك مقفول؟ انا عندك هنا في الفيلا. لا ما تجيش، انا مسافه السكه واكون عندك عشان في مواضيع كده مهمه عايز اكلمك فيها على رواق. يلا سلام وقت. عمر مش معقول، ازيك؟ ايه قله الذوق دي؟ مش سلمي الاول على عمك حسين؟ يا ستي معلش، اللي لا احبابه ونسي اصحابه. ازاي حضرتك يا عمك؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ ازيك يا عمر؟ ما قلتليش ليه ان انت جاي النهارده؟ إيه شكلك وراكي مواعيد او حاجه؟ لا 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 مش ورايا، وحتى لو ورايا هلغيها. طب يا جماعه هسيبكم انا بقى واروح لعبد الاول. بابا انا هاجي معاك. هاجي معايا فين يا ابني؟ انا هقعد مع عمك عبد الله ونتكلم في مواضيع ما تهمكش، هتتضايق وانت قاعد معانا. خليك هنا مثلا سميحه وعمها. ها اعمل حسابك بقى، هتتغدوا معانا النهارده؟ لا والله يا طنط معلش، يا ريت، بس يعني هنضطر نسافر لسه طنطا وكده. لا لا ما يصحش، انا قلت هتتغدوا يعني هتتغدوا. ايوه لازم تتغدوا. شوف يا حبيبي، طنط سميحه امرت وانا ما اقدرش ما انفذ لهاش امر. ويتعشوا كمان يا ماما. ولو عايزين نبات كمان يا ست نبات. شفت بقى يا حسين بيه؟ شفت ما بتحبكوا قد ايه؟ لا بتحبينا ايه؟ حتى ما سالتش على صاحبتها منى. انت واخد بالك؟ الله يسلمكم. اوعى عبد القوي يهرب منك ويقول لك انه معزوم على الغدا عند حد من المسؤولين. يقدر يعمل كده؟ انا هقبض عليه ونجي لكم حالا. مع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه. اتفضل يا عمر استريح. اتفضل. منى ما جاتش معاكوا ليه؟ اصل منى عازمه ناس على الغدا. تحب تاكل حاجه معينه على الغدا؟ انا عارفه هو بيحب ايه؟ صينية المسقعة بالبشاميل. اه قلتي لي، عشان كده بقى كل يوم بتوصي الطباخ يعملها لك. طبعا اذنك. وحشتيني قوي يا عمر. ها؟ ربنا يخليك يا عمر، ربنا يخليك. وانا ما وحشتكش؟ اه طبعا طبعا طبعا. امال ما بتقولش ليه؟ ما انا قلت لك اهو طبعا. انا احب اسمعها، وحشتيني يا مها. والله؟ طيب. وحشتيني يا مها. أخدت حاجة؟ آه ما في قدامي هنا عصير، شكرا. تحبي تاخد حاجة تانية؟ لا ربنا يخليك. إيه رأيك نطلع نقعد برا في الجنينة؟ لا هنا كويس، هنا كويس. ها قولي بقى، عملتوا إيه لما أنا سافرت؟ عادي يعني، عادي، عشت حياتي تمام وكنت مبسوط جدا والوقت كان جميل قوي يعني. ما عملتش حاجة تانية؟ اتكلم معايا قول. والله أصل أنا ما بعرفش أحكي يعني. أقول لك نكتة؟ أنت بتعرف تقول نكت؟ يعني على قد كده. مش مشكلة، هضحك عليها ما دام أنت اللي قايلها. أنت إيه؟ للدرجة دي كده مستبيعة؟ يعني إيه؟ يعني أي حاجة أقول لك عليها تضحكي وخلاص؟ أصلك ما بتقولش حاجة وحشة، كل الكلام اللي بتقوله بيعجبني. وأنت بقى، إيه اللي بيعجبك فيا؟ أقول لك وما تزعليش؟ أنت إيه حكايتك يا حضرة النقيب؟ في إيه يا فندم؟ الكل عمال يشتكي منك. الكل اللي هما مين سيادتك يعني؟ اتفضل اقعد واقف ليه؟ شكرا يا فندم. انت مش عارف الشاب اللي انت اتبطت عليه امبارح اللي جابني امين عام الحزب في المحافظه؟ اه ده معناه حضرتك ان هو فوق القانون. وهو عمل ايه يعني؟ شاب مشاغب يا فندم، مش همه اي حد في البلد، ده خطف بنت من وسط اهلها. ما هو رجعها تاني بعد ساعتين، لان هو مش عاوز يعمل مشاكل. يعني ارتكب جريمه. المساله هنا صراعات بين عائلات، الصعيد مش زي اي حته تاني يا شريف. ولا احنا لازمتنا ايه يا فندم؟ احنا بنحاول نصلح ما بين الناس. والله يا فندم اللي انا اعرفه ان احنا هنا لحفظ النظام وتوفير الامن، مش ان احنا نساعد في ترويع الناس. احنا بنساعد في ترويع الناس؟ مين اللي قال كده يا شريف؟ ما ده اللي بيحصل يا فندم. اي حد ابن مسؤول كبير ولا صاحب سلطه بيتصرف في البلد على اساس انها ما فيهاش قانون خالص، وبيعمل زي ما هو عايز، كان عايز بيتابعه بالظبط. اسمع يا شريف، انا خبرتي في الحياه العمليه اكتر منك، ونصيحتي ليك تهدي اللعب مع الكبار. الناس دي احنا مش كديها. انا بقى قدهم ودود يا فندم، ولو حصل اي غلط قدامي انا مش هسكت ومش هسمح بيه ابدا.